أرحب فيكم مرة ثانية. العودة للحلقة هذه، الحلقة هذه نسوي فيها النووي. طبعا سويت شيء يوم تستفيد من ربعنا، خليها ميبول سمان زين، وخلي هذا ينتج. خلاص عندي كل هذا أنا. لحظة، ما بويت كونكريت، أنا ماكسيموم هذا زين، ما بنتج شيء أنا الصراحة، أبا بس أطربه. فسوينا الحركة اوتوماتيك، خلاص يبنى ماء، يبنى هذا، خلص الامور. احنا بننتج مال كهرباء النووي، نبى نيوكلير رياكتر، هاي بنسويه بروحنا، ما عليه مشكله. بس اول شيء خلينا نطلع يورانيوم. انا سويت هنا مؤقتا بطاريه اساسا انزل الاويل، بس الحين بسوي حق منه، حق يورانيوم. طبعا للي ما يعرف معلومه، طبعا اذا انت عندك يورانيوم والتخصيب شغال، تحتاج عشان تطلع غاز، لا محتاج غاز اساسا انك تطلعه، محتاج توصيلات شوي صعبة، مش بالسهولة يعني، لانه الحين ابا امدهم كهرباء انا. اوكي، وين الكهرباء مالي؟ امدهم كهرباء الطريقة هاي. ما اعرف اذا عندي ترى بيكفي على فكرة، يعني انه لأن هني لازم نلزقهم بالضبط، أنا أساس يلزقهم في بعض. خلنا نشوف شو بيصير في امتدادات الكهرباء. زين، امتدادات الكهرباء ما أعرف كيف وصلها فيهم بصراحة، ما أعرف، لأن يكون هني لازم في خط ضايع، لازم يورانيوم. ابى مرة اني اخذ اكثر شيء اقدر اخذه في الانتاج، بنسوي اكثر من بروسس في بعضهن. شوفوا الحين هني ما اقدر انتج، سبت منو اني انا ابى اطلع الانتاج مهني اصلا، فلازم اصلا لحظة، هذا ما يشتغل، لازم نشيل هاي اسرع بالطريقة. اوكي شكرا. الحين هذا يطلع لهني، ونبى كهربا في الوسط، معناه بخلي مسافة واحدة زيادة. شوفوا شوية هني يخدع الواحد يورانيوم، الباقي عادي بعدين بنشخله مو مشكلة، بس اهم شيء الخط الاول يمشي عدل. اليورانيوم مش مجرد هذا، لازم نخصبه عقب بعد. مثلا النووي واليورانيوم يبالي شوي شغل، ما يبالي وايد، بس يبالي اهتمام. لحظة، انا شو محتاج حق هايل؟ هيت اكستنشر، هاتولي هاي الميتين، اقول هاتولي 400 مو مشكلة. انتو خلاص انا ما باكم، شلوا من لست لحظة، شلونا منه يردون لي، أذكياء ما شاء الله يعني. إنزين، والحين شو ما أبى بعد، أبى 600 من هذا، وبيبات عندي أصلاً، ستيل أبى 500، أنا هاتولي 1000، بيترس الشنطة على فكرة، نبى رد سيركت بعد. هاتولي 1000، نبى ها كله الحين ما باهم، كله ما باهم، لا القطار ولا هذا ولا هم يحزنون. انتو ليش في الشنطة؟ ولا ترين ستب ابا، ولا بويلر ابا، ولا المواد الخام هاي اباها، ولا باي شي فيهم. اوكي، نمسك كهرباء، نوصل الكهرباء حق الجماعة الطيبة. صوب الثاني نفس الشيء، يحتاجون كهرباء، نوصل لهم كهرباء. طبعا بسبب البيبات استوي التصميم شوي، بس صدقون طلع مرتب اكثر من باقيات. وانا اقول
what? زين الحين شو بنسوي؟ كل خط خلى بروحه. زين ثلاث خطوط عندنا، المفروض أربعة صح؟ ثلاثة هي. لا أوكي، يورانيوم ثلاث، نحطيهم على سبليتر رين، يطلع سبليتر واحد. الحين بوقف إنتاج البتري اللي كنت مسوينا، يعني هذا بشله البتري خلاص ما بقى، شكرا. عندي بتري وايد أصلا، بتاري ما شاء الله أكثر من عندي. خليك انت خلاص، ابو هذا يحول لي الغاز، هذا نشله، انت مال البتري مال باك، بس انت نباك ليش؟ اساس انك انت بتنتج غاز. الحين هاشو ينتج، ينتج ها صح؟ شوف هني خربطان بيستوي شوي، وايد بيبات، لازم اطالع عدل شو قاعد يسوي. واذا شو اسمه ما يكفيني اذا هذا ما بيكفي بتلعوس باختصار. الحين شو اللي بسوي؟ نبل نبيب، اوكي ان شاء الله يكفي، ان شاء الله ما اتوقع بس على امل. ما بشغلهم كلهم، نوي نوي ان شغلهم كلهم، نوي هنا بقى الكونكريت عندنا جاهز. سؤال، في كونكريت؟ في كونكريت. الحين خلنا نسوي نبوة، اثنين ثلاث اربعة ستة، بسوي هيت اكستنشر، بسوي مفاعل نووي كبير شوي ترى مش صغير، مفاعل نووي راح نسوي مفاعل طيب. نبوة 500 كونكريت، مش هذا نبوة، يعني سووا لنا اكثر اكثر من اللي نحتاجه شوي. في مواد خام وايد ها بالهبل، انه اصلا نحتاج خمسة برك على كل اور، فمفروض انا اصلا الاور يكون 500 وهذا يكون 1000، مفروض اعدل المعادلة ما تكون بالطريقة هاي. زين محتاجين هيت بايب، طيب قد ما نقدر نسوي هاي اللي ما بسوي لهم مصانع لانه ما بنسويهم وايد، هذا اول شيء. وتشوفوا كل حكي في اللوجستيك، تشوفوا محلان، تشوفوا 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 محلان يروحون يجيبون سامان، يعني خلاص بيتمون شغالين. انا فيك وايد شغلات راح نستعمل فيها السمارت لوجستيك سيستم، ف بيكون مشروع كبير شوي. انزين هاي اللي بعد يبالهم شوي، انزين بعد ابغى هيت سنك، انا هيت بايب بيجيبوا ليهم كل شيء ما عليه. كم هيت بايب سك عندنا؟ 36 وعندنا 6 من هذا. نبغى ستيم انجن 50، 100 بايب ما تكفي، نبغى 500 بايب حاليا، ابغى 500 بايب. عندي وايد انا في النظام اللوجستي المفروض، ايوه شوفوا كيف شغالين محلاهم، بس بعضهم يجون من اخر الدنيا يترشون وحالتهم لله شغلانة، يعني هي في 350 ما يتحركون. بنشغلهم كلهم مع الوقت خلاص، استوى عنا نظام لوجستي جامد، لازم نبدأ نشغله وما نرحمه، يعني حرام نخليه في الطريقة هاي. زين نبو ايرون جير، ايرون جير يصير السرقة. لحظة في انا مال ايرون جير اصلا، ايرون جير هني كان مفروض، لحظة ايرون جير
kan vi bahu? لا بعد يبغى له ايروكير وادفانس سيركت ويبغى له كونكريت وهذا ايروكير خله 500 400 هذا وقفه خلاص ما نبغى ستيل اكثر هذا ما نبغاه كلهن ودن ما اعرف فرن زباله ها بعد فرن زباله انزين نحن شو سوينا للحين شوفوا عندنا يورانيوم شغال بنسوي هني مفاعل جنب السولر فبنحط يبغى 500 كونكريت النيوكلير رياكتر نفسه يبغى 500 كونكريت 4 لازم في شغلات نتخلص منها مثل هذا لحظة هاي في شغلات خلصناها خلاص انا ما بسوي هاي حاليا وما بسوي هاي حاليا هذا ابا هم ما نباهن سويت المؤقتات هذا كان مؤقت هذا عندهم شغلات احسن الحين منه انتو سيروا هاتوا لي شيء يستفيد منه انت الله يرحمك ما مره ما تشلهن من يدي البلو برنت لازم نفجرهن فاللي ما بغيت افجرته خلاص انزين لان بديت اضيع في الحسبة تضيع معقولة ما عندي ألف أحمر كل هالإنتاج هذا وألف إلكترونيك حمرة ما عندي سالفة رايحة 500 أدوان سيركت هذا في ويهي أول واحد بسرقه شوف كم صار عندي بعد يبالي سرقتي طيبة في التحت مين استريم خلنا نصير نشوف كيف شغلة مية مية ترى في شغلات عندي ناقصة مش كل شي كامل تعال 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 خلنا نشيل الخطوط كلها مو بخمسمية خطفنا الخمسمية من زمان بعد خلنا نشيل شوي اعتمد على ما منهم فايدة الحين يبغى لنا كونكريت بسير نيب من فوق شوفوا يبغى لنا هيت اكستنجر يبغى لنا هذا موجود عندنا و شو كان بعد يبغى لنا هي لازم نسوي اللي هو هذا عقب بسوي مشكلة الحين ناخذ الكونكريت اكيد جهزوا لنا كونكريت يا جماعة اوكي ناقصني 30 عنده ماتيريال هذا شو مو عنده ماتيريال عنده ماتيريال الدنيا زين لحظة يبغى يتحقق اوكي سوي استوى اسرع لو سمحت تحصلت موديل بس على شيء اسرع ترى مو منك فايدة يعني بتوقف بعد فترة هذا ناقصني 10 عطنا 10 مالي لو سمحت ممكن بسوي ثلاثة من هذا عقب برجع تخلوني اخلص الست اب الاولي مالي اللي هو هذا شوفوا قاعد يجهز هذا هو بنحطيه هني هذا بمدله بيض ماي بروحه ما بخليه مع الباقي نبغى ستيم انجنز واحد اثنين بيبو الايرون بليت الحين حلو نبغى ستة ستيم انجن اذا يركب واحد ولا اثنين عليه انا مش قادر اذكر بالضبط النسبة والتناسب ماله كم بس كمية حلوة زين هذا الرياكتر ما يستجلب هذا صح هي ما يستجلب الرياكتر اتصور هالمكان زين خلي برايا الكبر هذا نباش انشور اوفشور بامب ياليت تعطون والله اندر جراوند اوف لو في اندر جراوند بامب بنرتاح من وايد شغلات والله المشكلة هاد فراغ عقب بينهم الأوتو سيف مش وقتك والله انزين هاي يحتاج يورانيوم ترى على فكرة ها اليورانيوم اللي سويناه تحت
بناخذ مهني سيده فوق مو مشكله، هذا بنمد لفوق ما بنمد لتحت. زين احنا يمكن مش محتاجين بور حاليا، بس لازم نسوي هذا على اساس تمدد مش على راحتي، استوى مال التخصيب. كروكس فرز كريتر نولنت من فتري يبقى افاليبل هذا الدسون از اوكي. اي كان ريسيرش هذا، انا سويت ريسيرش حق شتو مال نيوكلير نفسه ترى، ولا هذا بعد غيره اظني، هذا مور ادفانس بعد مره ثانيه يبقى 1500 اتش. زي خلنا نزيد اللوجيستكس، اللوجيستكس عندي شوي يبالي والله. انزين نحن الهدف من اللي نسويه في كله شو حاليا، اول شيء يبقى هذا ينبه نبقى اوفرهيد انزل بيبو لي الحين، هذا ما عندنا مشكله. بنحتاج هيت اكستنشرز اللي هم هاي لهم اللي يشفطون منو الماء من البوم من البحر، سوي بالطريقه هاي. انا اتصور ان التسعة بيكون ما في مش اي تسعة، اكثر من تسعة بيكون ما في مشاكل عندي في السيستم، بس حاليا انا السيستم مالي ابغى اكونه من هذه. لحظة خلونا نهاية الروم نمشي بينهم ثاني ذل الواحد. اوكي نحن هاي شو سالفة من الهيت سينك اللي يستوي، ناخذ نحن بيب من هني اوكي نيبلين هني، وناخذ من هني نيبلين هني، نضخ فيه شو مي اوكي. في مي هذا ولا ما في؟ في مي، هذا في مي، هذا شفتوه. زين لوجيستكس قاموا يسوون منهم فايده شوي يعني. زين الحين هذا كله بيروح وين؟ ما بيروح لهناك دايركت، لا هذا بينزل من هني هذا بيحقق. خلنا عملية المساواة بين اثنين اللي هي أقدم حركة في التاريخ، حركة القفل هاي ما في غيرها، كنا نسويها أصلا أحلى حركة هاي. يطلع لي وين؟ لين هني. حلو هذا يطلع على شو؟ 1 2 1 2 1 2 ونمدله الشارع توتري كامل، ونخلي هذا ينتج لنا منو انا كم كونكريت عندي لحظه، نبغى ننتج من هاي الحين، نبغى ينتج من هاي، نبغى ننتج تنتين من هاي على الاقل الحين مينيمم. هذا خلصنا منه ما نبغى. انزين هذا لحظه، ام سوري نبغى اثنين من هايين اوكي. هالثنين اللي هم شو بينتجوا لنا اصلا؟ اليورانيوم اللي ممكن استعماله، اليورانيوم اللي ممكن استعماله يطلع من هاي، لان هاي شو يسوي؟ يورانيوم بروسيسنج، هذا يشل اليورانيوم اللي موجود هني ويحوله ليورانيوم نحن نقدر نستعمله. اليورانيوم اللي يطلع ما يكون ممكن استعماله بالشكل اللي هو عليه، بسوي 6 مصانع والله فكر اسوي اكثر، بس مو مشكله الحين خلينا نحط هاي عقب انه اكبرها. هاشي يسوي لنا، هاي يسوي لنا بروسس حق اليورانيوم، تشانس يعطينا واحد من هذا، وهذا اللي اصلا يستهلكه منو؟ يستهلك صديقنا شو اسمه لا 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 المصنع النووي اللي هو سوري، هذا اللي يستهلكه فعليا، يستهلك الثاني اوكي. فالحين بنحط اخر شيء
one. اخر شيء هنا يكون provider test. انت بتاخذ لي اليورانيوم هذا, انت بتاخذ لي اليورانيوم. شو هذا؟ هذا له فايدة, لازم يسوي له بروسيسنج عن طريق هذا على فكرة, يعني من اساسا تسوي بروسيس حق هذا للثاني. الحين يبغانا كونكريت. لحظة, وين رايح؟ بنسوي لنا اثنين غير وبنحطين. اراويكم كيف الانتاج باليورانيوم. هاي اثنين ممكن يكفي اكثر ترى, عادي يعني, مش بس مش وايد انتنس. اذا احتجت برو ما حطي فعليا. هاي اللي انت جايله. وعندنا هذا شو يطلبهم؟ موصل في اللوجيستيك هي. هذا 1 2 3 4. زين, هذا مفروض يطلب اللي هو منهم. هذا يطلب اليورانيوم الفعلي من وين؟ من الجماعة اللي هو هذا. هذا 2 2 3 8 نحن ما نبغى هذا. يعني هذا شيء يسوي, شوفوا هذا مثلا هاي يسوي بروسس حق 2 3 5 2 41 2 2 3 5. wait, something is wrong. مو مشكلة, الحين بنشوفه. ما عليكم, هنركب الهيت سينك. هني هيت سينك, احلى ما في رمه تطوف من فوق ما يسوي لي حشرة والله. افا, وبعد هيت سينك. وين الستيل؟ هاتوا الستيل. وما يبغى وايد ستيل, شوي. وينه وينه الحين؟ هذا دخل فيه الماء, دخل فيه كل شيء. الحين في عندنا يورانيوم مستوى. ما طلع يورانيوم الحين. 235 الخايس, ما عندي ولا يورانيوم من هذا. هذا بيبون اسرع هني, مو مشكله. بيورانيوم هذا بيشتغل, بنحط يورانيوم هنا. هاي صار باليورانيوم اسرع, الامور طيبه يعني. خلنا نشيل من هنا, خلنا نشبكه هنا. اظن نرون المشبكه في عدد كبير ضخم, ترى هذا ضخم ضخم جدا. انزين, انا اظني بتوقع انه لان هذا وصل 1000 وهذا يبغى 500, فاتوقع يشيل الاثنين وهو مرتاح. لحظة, انا مش عايبني مكانهم الصراحة. اعطوني اياهم مرة ثانية, شكرا. هني 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 واحد ابى اطوف بينهم, مزعج. ما واحد ما يرمي طوف بينهم. زين, الحين هاي الشي بولن صراحة احس بولن اوفر هيد. هاي حسب كيف ما اطلعه يكون مشبوك في السيستم الكهربائي. كيف ما طلع ما يلعب زين في شيء. زين, متى صديقنا هذا ناوي ينتج؟ بينتج الحين, شكله يدل علينا.
والله شكله يدلع. بتدلع علينا او لماذا الدلع يا سيد الدلع؟ اني طلبت منك قدرا كبيرا. بعد ما تطلع منه ترى الويست في مخلفات نوويه نروم نعيد امر ثاني نسويها ترى. ف نبأ عيد بالاكتريك سيركت حمراء. طالب منهم الفا ما يبون حقيا يصير بحطي هناك في الصندوق الحين. صور عندي بروفايدر تيست هي وين الانتاج الجديد مالهم بسير الحين تواقع وياه اين انت يا الانتاج الجديد اين انت؟ نعم انه هنا هذا هو الانتاج. هل لديك بعض من الكهرباء؟ تعال انت هني تعال خلي هذه كمية حلوة جاهزة حقي. اوكي طبعا ما بكمل الحين وصلت لهني مع نفسكم انتو نزيد عندي 243 شو ناقص جير 400 جير هاي الهمين. والله استوى اسرع مني اول ما بدا الريسيرش ما كان اسرع مني على فكره. الحين قام يصير سريعين شوي بعد كثر ما طورناهم بس بعد مش سرعة الصراحة تستاهل بصراحة يعني تقولوا شو سرعة عادية مش سرعة تخليني اقول اوكي واو نايس لا عادي عادي جدا سرعته. وين اين انت؟ نعم إنها الأذرع يا سيدي ستأخذ مزيدا من هذا. انزل أنا عندي هاي هاي ما بان شلون سوولهم برس السوول اللي تسوونه بس أنت تبدأ يشتغل هذا تمبرتشر 15 درجة حرارة المويه العادية. ترى المشكلة يطول ونحن اللي محتاجينه هذا الثاني تبنى الثاني اللي مش قاعد ينتجه هني المشكلة. والله احس اني مفروض احط بروتك دفتي بس طف خليهم اسرع شوي يبالهم بيكن صح نزيد بيكن ولا ما يحتاج؟ شوف كل العادي كل العادي في موضوع ريسايكلينج دخل بعد في الموضوع. اللي تحب تو الناس ما بغيته. اوكي هذا بيشله بيودي دايركت وين هني هذا مفروض يشله يحطيه هني بس احس انه مكانه غلط. زين نحطي مكانه بروف مش ريكوستر تشيست ريكوستر تشيست يطلب يورانيوم احط فيه حبة يورانيوم. ليش ما يحطه داخل؟ cannot be used as fuel هذا
مش هذا انا متأكد. ولا واحد فيهم. لا ليش اشيل هاي انا اصلا؟ سؤال ليش قاعد اشيل هاي؟ تخيل صدق واحد يشيل اليورانيوم كيف جيبه يتمشى؟ والله اوكي اوكي انا اظني انا عندي غلطة واحدة، لازم احول هذا لشو؟ ليورانيوم فيول. I think so. يب تاج هذا 19 من هذا وشنو من هذا، حوله لشو؟ يورانيوم فيول سل. والله اني مسطل مسوينا ترى على فكرة السيزون الماضية. شو بنحطيه هني؟ بنحطيه وين؟ نبغى البليت. وين البليت؟ هذا هني لأنه شو يبغى؟ يبغى يرون بليت صح؟ دام عندي مكان هني اوكي، وضمن اللوجيستكس اظني صح؟ ضمن اللوجيستكس اوكي، حتى لو مش ضمن اللوجيستكس لوجيستكس ترى عادي بنسويه ضمن اللوجيستكس. لوجيستكس جبت العيد انا اليوم. زين نحطي هذا هني ونحطي فيه نبغى اثنين هني، واحد يطلب واحد بروفايدر. بروفايدر الناتج ماله، وهذا يطلب اللي هو all you need to request is for example تحطي له مثلا 100 هذا، وذاك يبغى 19 مرة أكثر. هذا يكون مثلا 700 800، خلى 1000 الستاك 100 بياخذ 10 أماكن بس بيبونا لين هني وخلص، مش قضية يعني. زين الحين هو بينتج ليش؟ لأن في اوريدي كان عندنا واحد، بس انا بشوف هذا موجود هني. زين هذا يبغى كهرباء اي نو. زين لا هذا انترس اصلا، الدنيا بخير. سالفه شو ناقصنا؟ ناقصنا وين في راح؟ تبى يورانيوم فيول زين، تبى يورانيوم فيول ها موجود يا ابو حقه 5 بعد ما شاء الله، انت تلحق انت تجر اكثر. زين وهذا نحن محتاجين نسوي له ريسايكلينج قريب، لانه وايد بيكون منه وايد، هذا بيزيد عندنا بالهبل. بس ما ان ذاك اصلا ذاك الكوستر مش بروفايدر صحيح، بس ما ياخذ اكثر من 500. بيتمون يودوه لهناك وبيحولون فيول الجاهز وين؟ من هذا شوفوا مثلا هذا كم واحد يسوي هذا؟ 10 very nice very nice. الحين حرارة قامت تشتغل مفروض كم تمبرتشر؟ قاعد ترتفع الحرارة الحين، يمكن لأن عندنا وايد بويلرز بتطول تصور. بس خلاص قام يشتغل صديقنا وعنده خلاص بيشبع فيول بيشبع فيول.
يوم ركبت اثنين واحد انا اطولها كثر، بس اذا في مشكلة في هاي بشيلها انا عادي. المشكلة الحين نسوي تجربة حاليا، برجع لعقب. خلا اللوجيستيك سبريت هذا يخلص، نسوي ريسيرش حق هذا، بيكون شوي مطول، ريسيرش طويل بيكون. اوكي والله ما ظني حتى مع السبيد موديلا. خلنا نسوي خاطر اكبر الانتاج، انا خاطري اسوي اكثر. النهاية شغالين بيكون اجب الحين تاج كافي كافي، ما يبغى لك كبرة. بس شو بسوي؟ ابا هذا يكتفي لنا 1000 وايد، خله 500 فل خلاص. ما نبي نسوي ستاك اب كله، ليش؟ عقب نحن بنسوي ريسيرش حق منو؟ حق صديقنا. لحظة بلا ساعة لين يرفع الحرارة، بلا لحظة. ايوه خلنا نسوي ريسيرش حق هذا. هل سيرش بولا شيء ما عندي؟ لا قام يطلع لنا شغلات جديدة، ترى في شغلات بتكون ما عندنا بطبيعة الحال. بس هذا انت يحر حررته زي زفت والله. يعني بوصل مور كونكشن توتس انه هذا شغال ترى، بس الحرارة مش بطيئة، اكثر من بطيئة يعني. هاي شغالين، لا ما في احسن شيء، ما في سيور وايد. نقدر نسوي سيور مع حزمة قليلة يعني. شوف ما اعرف اذا إذا أشبك بالطريقة هاي بيستوي أسرع. وقف تب الله، وقف ما حر أسرع. أنا أشوف الحين المفروض هذا يبقى 500 اللي محتاج لنا، بس يمكن إن هذا وايد ضغط عليه، إنه ضغط لنا وايد بويلرز. خلنا نشل هذي لأنهم مش مشبوكين في شيء. بيمشي دام انه ارتفع. اوكي برجع له بعد شوي. ها كم عنده فيول؟ والله عنده فيول امورة طيبة ظني. بعد تيم تطلب اطلب عدل، طلب مثلا 200 خلو وقف عقب. خلي اذا عنده ذاك شي يبه. خلي اثنين وانا هالشي يبه الاسرة كونكريت. هذا اذا انت تبي يروح. بس الحين استوى ان سلسلة قامت تشتغل، والنووي شغال والفيول شغال، بس الانتريال الحين يوصل للبويلنج بوينت فقط.
بس انه قاعد يرتفع حرارته عادي يعني مش خبيه، بس يمكن لان شبكت وايد بويلرز مره واحده فيباله شوي وقت حتى يسوي لنا ستيم. هو اصلا حراره البويلر نفسه توصل 1000 واللي هو اكثر من ممتاز، وبس بعد 50 المفروض يشتغل الستيم انجن مالنا. ستيم انجن ترى اقوى من الاولي هذاك لو تحدون اول ما بدينا شوي غير، بيكون في ملوثات ترى فكره. شوفوا انتو هذا بيخلي مخلفات اللي هي هاي نبي نشلهن، بس هاي اللي بالهم بروفايدر تيست ما نشلينا هذا. لحظة بروفايدر تيست عطنا واحد هذا يطلع المخلفات من داخل، هاي اللي بنسوي لها ريسايكل عقب برد نستعملهن مش على الفاضي يعني. كم واحد عندي في النتورك انا الحين؟ وصلوا زادوا 4000 و3000 شيء، وايد عندي لوجيستكس، وحتى اظن ربعهم شغالين بس الحين قاموا يشتغلون شوي يعني شغالين 4-5 ترى بس مو باكثر. اذا هذا انترس ما بينترس هذا صعب، شغالين الجماعة فتون اليورانيوم فت. الانتاج عندي بينزل بس ثبت منه نقص الغاز، اذا نقص هذا بس هذا ما قاعد يمشي ولا انا يتهيأ لي هذا، انا مش شاب كنا مكان شاب كنا شاب كنا هني هذا اثنين مع بعض، هذا يدف هذا هني وهذا يدف هذا هني، بس هذا ما في واحد ثاني مسويين ثلاثي بس حقهم على اساس ان ممكن اطلع خط مهني بعد ترى، بس ما له داعي اشوف، ما له داعي ابدا ابدا ما له داعي. وصل 300 شيء ياخذ موديلز هذا لحظة نسوي بيكن، ما ظني ينفع هني بس تشوف البيكن بيشتغل عليه ولا ما بيشتغل، يشتغل عليه حلو والله فنان. بيكن البيكن مالنا هذا زين، يزيد سرعاته مو هذا، يزود الأجهزة اللي ما تزود على أساس إنه فعال. خلنا نشوف هذا نحط فيه سبيد مودلز نوصله بكهرباء بيزيد سرعة هذا، ما أعرف إذا بيزيد بس يوصل 500 امور طيب ويشتغل هذا. اظن يمكن غلطه ان وايد سوينا. وين انت تشوف وين الثاني؟ خربيت الشانس شانس، انا اكره اي شيء في الدنيا في شانس اكره، هذا الالعاب شانس مو ثاني. انت مضايقني ترى مسكين ضربت انا خلينا نشله. فهمت الحين شو السالفة، انا شكلي دقيت شفت كليك يعني وشفت كليك يا بالعيد. شوفوا عندنا مخلفات عندنا كذا، والله بيسكون الحين يطلب 500 دولار ما يبغى 200 بس 200 بس، لانه في كل الاحوال راح يخزنه هني اصلا، وهذا ما ظن بينترس اصلا قريب ابدا. نحن شو بنسوي؟ بس بنحول الباقيات الزيادة هذه لنوع ثاني من نفس الصندوق يعني، بيب هذا هنا شيء بحطيه وبنتج نفس الفيل، فكرة واحدة يعني من نفس الصندوق. في نهاية اليوم نحن شو نبغى؟ نحن بننتج فيول صح؟ تجت من نفس الصندوق ورديت الفيول داخل مرة ثانية، ف يمكن مش حتى على الريكوستر يعني ممكن ارده من هالصوب بلت باي شيء ولا ارده داخل الصندوق هني عادي يعني مش قضيه يعني، بس انه يكون الكل شغال، لان الحين بيكون عندنا كميه كبيره من هذا الفاضي، هذا بينترس قبل لا يترس الثاني. موضوع ثاني ترى بعد
لازم نحاتي مثلا. خلاص تقريبا بيفور من بيفور الحين الماء بيستوي عندنا التربين شغال ولا الستيم انجن. اللعبة يبالها وقت، يبالها شوي جهد، ويبالها سامان لحين ما مسوينا، ما حطنا في الاوتوميشن للأسف يعني. هذا إذا بند عليه لأي سبب بتوهق عقب، أهم شيء هذا ما يخلص. أبعد مش مصدر دايم على فكرة يعني، يخلص بس الأكيد إنه مصدر يطول شكله. بدوا يشتغلون، هاي اللي بيلحقونهم الحين. بدوا يشتغلون بالفور نص نص نص. خلنا نشوف هذا، من حرارة بترتفع ويستي برفورمانس مالهم أفضل أكيد، لأن هذا يستعمل فلويد. خلنا نشيل هذا، بعده قاعد يرفع حرارة. هلا بشوف أنا عقب. المهم بالطريقة هاي نشغل النووي وكلهم شغالين، ف ان شاء الله نشوفكم في الحلقة القادمة مع شيء ثاني. اذا مستوى عندنا كهرباء بنسوي شغلات كبيرة ان شاء الله، ونشوفكم في الحلقة القادمة من فاكتوريو.